إجراءات تنفيذ الأحكام في الغالب المدعي عليه بعد رفع دعوة بالمطالبات المالية أكثر الأحيان يقوم بتهريب أمواله عن طريق مثلا تحويل ملكية أي عقارات يملكها، أي مركبات، أي أموال في البنوك إلى أحد أقاربه مثل زوجته، والدته، أبنائه، بقصد أن إذا صدر عليه حكم يلزم بسداد أموال يتعذر على المحكوم له أو المنفذ للحصول على هذه الأموال. في الحقيقة القانون البحريني بموجب قانون التنفيذ جرم هذه الأفعال واعتبرها جريمة يعاقب عليها بالغرامة التي لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد عن 100,000 دينار وبالحبس الذي لا يزيد عن 2 سنين أو بالعقوبتين معا أو أيهما. يجوز أيضا لقاضي التنفيذ أن يطلب الإفصاح من الأقارب المنفذ ضده، خصوصا في حالات وجود شك بتحويل أمواله كانت موجودة لأموال وفجأة هذه الأموال أصبحت مي موجودة. ففي هذه الحالة يجوز لقاضي التنفيذ أن يطلب من أقارب المنفذ ضده الإفصاح عن ما يوجد لديهم من أموال.